نظمت جمعية مرحبا بمدينة هوفدورب الهولندية أمسية ثقافية وفنية بمناسبة السنة الميلادية لصالح الشباب المغاربة بحي خرنفورفيس. تم تنظيم هذه الأمسية في إطار مشروع أباء الحي، والذي يتم خلاله تأطير وتوجيه الشباب والأطفال المغاربة خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية. أكثر من 15 متطوع مغربي قاموا بتأطير وتوجيه هؤلاء الشباب والأطفال للتعامل الجيد والسليم مع الألعاب النارية التي يتم إشعالها بكثافة كل ليلة رأس السنة في هولندا. السلام عليكم، اسم ديالي عقبي سعيد، وانا مقيم في هذه المدينة هذه من 79، دابا شي 37 عام. احنا واش كنديروا اليوم؟ هذا البروجيكت هذه مسميها عيند خوت على الخوت. احنا في 2004 وكان شي المشاكل اللي وقعوا هنايا في هذه المدينة هذه، يعني الشباب ديالنا وداروا المشاكل، حرقوا شي طوموبيلات وداروا المشاكل مع الهولنديين، ما عجبهمش الحال. حنا اللي كنديروا دابا كنجمعوا الاباء 18 بنا، وكنديروا يعني كنخدموا الليله كامله، كنبداو من 6 العشيه حتى 6 الصباح. كنجمعوا الدراري كنطلعوهم هنا الفوق في المسجد وكيتعشاو معنا جميع، ومن بعد ملي كيتعشاو كنمشيو لتما للفاكسين تما هنا في نيو سيلو، وجبتهم يعني الجوخ مغربي وبقى يفرشوا حتى لجوج د الليل. ملي كملوا الفراجه نتمناو يمشيو بحالهم باش ما يديروش المشاكل، والحمد لله كل عام زعما كاين نتيجه، كاين نتيجه يعني بزاف، يعني 95% يعني ما كاينش يعني بحال اللي كان في الاول كانوا المشاكل بزاف. ونتمنى ان شاء الله هذه الليله هذه تدوز على خير بخير وعلى خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. الاسم الغاص عبد المجيد، حاليا رئيس ديال المسجد هوفدورب خرنفورفيس فان هوفدورب. انا متطوع في الحراسه هذه الليله، يعني ديال سميتو اخر ليله ديال السنه 2016. هذه كنديرها واحد المده مع سعيد في اطار عمل مشترك ما بين المسجد واستخدام مرحبا، وهذا كيعني ان بالنسبه لي انا كنشوفها بواحد المنظور ان المسؤوليه ديال المسجد من بين يعني المسؤوليات اللي عايخنك الفونكسي ديال المسجد، هنا كتجلى الفونكسي ديالها، تحمل المسؤوليه ديال سميتو ديال الحراسه ديال الحومه، والمسجد بنفسها خصها تحرس، لان راك عارف كاين في فيرا كاين بزاف ديال المشاكل. حنا ما بغيناش، حنا ودو بلوس بغينا نبينوا لهاد الناس، لهاد الجماعه فين ساكنين حنا، حتى حنا غادي نعسوا على عباد الله، حتى حنا نديروا شي حاجه، نساهموا في الحراسه وبزاف ديال الحوايج. ولحد الان الحمد لله في الحقيقه كنتلقى الا يعني رد الفعل ديال الشعب ايجابي. يا ماي نام از فاوت فينهوف، اي بين اسمي فاوت فينهوفن. منذ 10 سنوات كنت موظفا في بلدية هارلم المير. في تلك الأوقات كانت هناك عدة مشاكل في حي خرنفورفيس بهوفدورب، خاصة خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية، حيث تم الإحراق عديد من السيارات وكذلك دار الشباب التي كانت هناك في ذلك الوقت. عندما جاءت مرحبا بفكرة مشروع أباء الأحياء، كانت البلدية في أتم الاستعداد للمشاركة والتموين، وفي إطار هذا المشروع تم حل العديد من المشاكل والسيطرة على كل التجاوزات التي ترافق ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية بهذا الحي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشنين الجلسة ساعة كل حقيقة ونشين تحتفل ذاكس، ولكن أنت عساس أخ مزيدة النغ، أنت عساس أخ خينة نغانا للتافي مزيدة ذو ذين شك التموبينات الحوانة مثلا كل شيء. استيختين ديالنا مسمية استيختين مرحبا، فيها الإخوة المغاربة شي 5 ولا 6 فيها اللي مكلفين يعني مسؤولين على هذه الشهاده. والحمد لله زعما غادي الحال مزيان، دابا بزاف
زقامين تقدي مسرين هذينا زقامين تعسس خمانيا زقام ليح عما زود نويفو المشاكل لأن ذا غيوذان حارق ذو ذين حارق ذي مزيداوين حارق انتوهم في ناث وما نيقى دائما يتفغان غير حار نشنين نزعميك تقن مرا كل شيء وانت عساس خلاوان نغبش وتكن شيء خلاوان نجمع ذي روميان. السلام عليكم، ابن عبد الله بيشايفو. أنا هولندي مسلم، أسلمت منذ 16 سنة، متطوع لتأطير الشباب في مدينة هوفدورب وهارلم المير. إننا ننظم العديد من الأنشطة الثقافية في المساجد ودور الشباب. في هذه الليلة تم تنظيم حفل خاص في إطار مشروع أباء الحي والذي سيستمر طوال الليل. الهدف منه مراقبة وتأطير الشباب خلال احتفالات برأس السنة الميلادية. اسمي يوهان دوبلدام، شرطي بمدينة هوفدورب الهولندية. كنت في الماضي شرطي الحي في خرانفورفيس وكنت أعرف جيدا مشروع أباء الحي. إني سعيد لكون أباء الشباب والأطفال يتجولون ويراقبون خلال ليلة السنة الجديدة. تجربتي هو أن العمل المشترك ما بين الأباء والشرطة يمر بطريقة جيدة. اتفقنا مع أباء الحي أن يقومهم بالمراقبة والتأطير ونبقى نحن بعيدا عن الشوارع، وإذا كانت لهم الحاجة لنا يمكن لهم الاتصال بنا والمناداة علينا. كما قلت سابقا إن أباء الحي يقومون بعمل جيد وتجربتي معهم جيدة وممتازة. أتمنى أن تتكرر هذه المبادرة. كل ليلة رأس السنة أرى الأباء المغاربة يتجولون ويراقبون في الشوارع، وهذه مبادرة نستحسنها نحن سكان هذا الحي. هدفنا التمتع بالاحتفال برأس السنة الميلادية جميعا وتجنب الحوادث والمشاكل التي تنتج على إشعال الألعاب النارية. خلال هذه الأمسية أقيمت مأدبة عشاء للحاضرين من مغاربة هولنديين وغيرهم من بلدان أخرى. وفي الختام استمتع المدعوون بحفل الموسيقي ودعوا به سنة 2016 وارحبوا بالسنة الجديدة. سنة سعيدة 2017 على جميع الشعب الهولندي الإخوان المغربي. عاشكم من مباركو، سنة سعيدة، كل عام أنتم بخير. كنهني جميع المغاربة، كنقول لهم سنة سعيدة وكل عام وأنتم بألف خير. إكباش إلى ألمانيا وخلك نيو يارن إلك بيرس تسيفتين. إكباش سليم إكوم أد هوفدورب إكباش لي بريتخ نيو يارن بيرس تسيفتين. أو إكبن أكرم خلك نيو يارن وسنة سعيدة. سنة سعيدة 2017 تدخل علينا إن شاء الله بالصحة والهنا. إكبين سعيد الراين أخلوك خنيو يار إكبين الخزون تايت إن شاء الله.